السلام عليكم. كان في ناس كتيره جدا سالتني ايه الفرق بين الجامعات الالمانيه والجامعات الامريكيه، وامريكا ولا المانيا ولا كندا ولا اوروبا. انا طبعا انا عندي الاجابه على السؤال ده، بس عشان اجابتي ما تبقاش مجروحه، كان في فرصه عظيمه جدا ان انا اتقابل مع الدكتور عصام حجي، قلت هو اقدر واحد يقدر يجاوب على السؤال ده. الراجل ده درس في فرنسا، الراجل ده درس في امريكا، فطبيعي جدا هو عارف كل حاجه ويقدر يقول لنا المزايا ويقدر يقول لنا العيوب. اهلا بيك يا دكتور الاول، ويا ريت تجاوب الناس على السؤال ده. هو انا لو بختار بين الجامعات اني ادرس مرحله اللي هو البكالوريوس، عندك ثلاث مراحل، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تمام. لو بتختار بين الجامعات الامريكيه والالمانيه، فالاختيار مربوط بين المراحل. ولكن عايز اقول ان الجامعات الامريكيه بشكل عام مقتبسه جزء كبير من عملها من الجامعات الالمانيه. يعني مثلا لو خدنا مثال الام اي تي وكاليفورنيا انستيتيوت اوف تكنولوجي والماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي، الجامعات والجورجيا انستيتيوت اوف تكنولوجي، الجامعات التقنيه في امريكا اللي هي نموذج للجامعات الناجحه، اقتبست النموذج ده من الجامعات التقنيه اللي موجوده في المانيا. ومش غريب ان اول رئيس لكالتك مثلا كان فاندراوم، هو استاذ من المانيا. بالمناسبه اول رئيس لناسا كان برضه المانيا. فالجامعات الالمانيه فيها ميزه ان فيها علاقه 1 تو 1 بين الطالب والاستاذ الجامعي، يعني انه انت بتتعامل مش مع استاذ بدرسك، ولكن مع مشرف عليك ونموذج بيكون قريب منك جدا. بينما الجامعات الامريكيه في مرحله قبل الماجستير والدكتوراه الاعداد فيها تبقى اكبر، ومفيش علاقه ال 1 تو 1 زي ما موجوده في الجامعات الالمانيه. بالنسبه للماجستير والدكتوراه في متوسط الجامعات الألمانية، والجامعات الألمانية كلها بشكل عام ممتازة. الجامعات الأمريكية في تفاوت في المستوى، في جامعات فوق، في جامعات تحت، في جامعات أي إنسان يتمنى يكون فيها، وفي جامعات بكل وضوح مفيش أي إنسان يتمنى إنه يكون فيها أصلاً. فده التفاوت إن الجامعات الألمانية كلها ليها مستوى واحد ومن متقارب ومميز جداً، والجامعات الأمريكية حسب المكان. انا عن نفسي لاحظت ان الطلبه اللي بيجوا من المانيا بيحضروا ماجستير ودكتوراه معايا في امريكا من اوروبا بشكل عام، مستواهم في العلوم الاساسيه الرياضيات والفيزياء والكيمياء اعلى بكتير من الطلبه اللي جايين في امريكا. انا بشجع اي حد بيسمعنا ان هو لو يقدر يختار، انا في رايي الجامعات الالمانيه كمجمل افضل من الجامعات الامريكيه. في بعض الحالات الشاذه اللي اقول 50 جامعه في امريكا المميزين الاوائل توب 50، دول طبعا اماكن مميزه، ولكن اقول فيهم مش سهل، ومفيش برضه الاستاذ ما عندوش الجهد والوقت او حتى المهمه ان هو يحول الطالب المتوسط لطالب مميز زي ما موجود في الجامعات الامريكيه. عظيم جدا. بشكر جدا طبعا الدكتور عصام، وبشكره على الكام يوم الحلوين دول، وبفكر الناس ان احنا كنا عملنا ايفنت في العيد الدكتور عصام كان شرفنا فيه، والايفنت اللي كان عامله ده كان رابطه الطلاب المصريين بالمانيا. عايز اقول للناس احنا الرابطه دي احنا بدانا فيها من زمان، وكنا شغالين وكنا دايما بنشتغل لحد ما نبدا بدايه فعليه، وكانت دي البدايه الفعليه لينا مع الدكتور عصام. وان شاء الله يبقى فيه ايفنتات تانيه كتير ويبقى فيه احداث تانيه كتير. عاوز اشكر كل الناس القايمين على الرابطه، وبقول لكم ان احنا معاكم، وان احنا معاكم دايما هنساعدكم، ودايما هنمدي لكم المعلومات، وهنعمل لكم حلقه نقاش، واحنا وانتم التارجت بتاعنا، واحنا بنعمل كل ده ومش قاصدين اي حاجه ولا قاصدين اي مصالح شخصيه، احنا قاصدينك انت، قاصدين ان احنا نساعدك، فاكيد دعمك هيفرق معانا. السلام عليكم.